الشوط الثاني على وشك الانتهاء، نتيجة 4-1 لصالح فريق الرشدة. هنا الجمهور على أعصابه. هنا الجمهور على أعصابه في هذا الملعب وفي هذه المباراة. لا تزال الكرة مع فريق بني مقبل، يهاجم يهاجم يهاجم، لا تزال خطيرة 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 لوحده لوحده، مقطوعة من دفاع الرشدة. حلوة الضغط الآن، الضغط لصالح فريق بني مقبل في هذه اللحظات. ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح فريق بني مقبل، نتيجة 4-1 لصالح فريق الرشدة في هذه اللحظات. ضربة ركنية في الأحمر، حلوة مقطوعة من الدفاع. يا سلام عليك يا هجوم الرشدة. حلو 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 حلو، هجمة خطيرة مرتدة، يمسكها حارس المرمى بني مقبل. لعب ممتاز من هجوم الرشدة والدفاع بني مقبل ممتاز أيضا، يقطع كل الكرات. لا تزال رمي التماس مع فريق بني مقبل. تغيير تغيير، لعبة قتال على الكرة. حلو ضاعت، حلو هيلان ابو هيلان، مقطوعة مقطوعة. بني مقبل الان هجمة هجمة بني مقبل، لا تزال لا تزال هجمة. مرت بجانب الحارس، مرت بجانب الحارس. لعبت كرة وسط الملعب 4-1 صار فريق الرشدة في هذه اللحظات. نهاية الشوط الثاني، ملعوبة ملعوبة، حلوة دفاع الرشدة، دفاع الرشدة ينقذها. هجمة خطيرة صالح بني مقبل، تطلع رمية تماس، تطلع رمية تماس لصالح فريق بني مقبل في هذه اللحظات. لعبت لعبت دفاع ينقذها. يا جابر يلا يا جابر يلا. حلو رمية التماس لصالح فريق الرشدة من وسط الملعب. لعبت يا سليم يا نادي سلقع سلقع ستر عند سيف. توجيهات الفريقين، حلوة مقطوعة من الدفاع.
خلاص ما عطل جاهل في ما عطل جاهل ما عطل جاهل ثاني التماس من الجهة الأخرى صالح فريق الرشدة قريبة من المرمى مرفوعة حلوة ارتفاع ينقذها مقطوعة كرة وسط الملعب خطا من وسط الملعب الحارس مقطوعه انتزاع الرشدة لا تزال هجمه صالح فريق ويسجل الهدف الثاني فريق بريم في هذه اللحظات ويعجل النتيجه 2-4 ضربه راسيه جميله جدا تحرز عن هدف لصالح فريق بني مقدل في هذه اللحظات لعبت خطيرة ضربة تماس لصالح فريق الرشدة من الجهة الشرقية الآن النتيجة تعدلت 4-2 4 لصالح فريق الرشدة 2 لصالح فريق بني مقدل رمي التماس خمس دقائق من انتهاء الشوط الثاني على انتهاء الشوط الثاني هجمة صار فريق الرشدة حلوة 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 والله مسكها حارس المرمى من الجمهور بهذا الاتجاه الخامس حقك يا واس حقك يمسكها حارس المرمى لا يزال الاحتجاج على أن الكرة مرت من الشباك والهدف الخامس الكرة مرت من الشباك والهدف الخامس لفريق الرشدة مقابل 2 أهداف لفريق بني مقبل 5-2 5-2 أصدق النتيجة قووها أدعموهم حلو الحكم يعيد الكرة خمسة اثنين لصالح فريق الرشدة الخمسة 2 بني مقبل لعبت حلوة بلا علي غايلة
خمسة أهداف مقابل اثنين قريبة جدا في هذه اللحظات. شكرا لك يا أستاذ يونس. العفو العفو. هنا هجمة خطيرة لصالح فريق بني مقدم، ولكن قتال الكرة ويسجل الهدف الثالث فريق بني مقدم في هذه اللحظات. الهدف الثالث في هذه اللحظات 5-3. النتيجة الآن 5-3 أهداف، 5-3 بني مقدم 3 أهداف، الرشادة 5. حلو. الشوط الثاني شوط الأهداف، الشوط الثاني شوط الأهداف. حلو. ازداد حماس اللاعبين والجماهير في هذه اللحظات. خطأ، هنا خطأ لصالح فريق بني مقدم قريبا من مرماهم. تتنفض. يلا طيب، يلا يلا يلا. هجمة لصالح فريق بني مقدم في هذه اللحظات. تطلع ضربة تماس لصالح فريق بني مقدم. 5. الرشادة 3. بني مقدم. طاعت الكرة تطلع ثانية التماس. حلوة حلوة ثانية التماس. ثانية التماس. ثانية التماس. ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة. لا تزال خطيرة يصدها القايم، يصدها القايم في هذه اللحظة. لعبة حماسي، هجمات خطيرة من كلا الفريقين. 3-5 نتيجة، 3-5. الهجوم متناغم لفريق الرشدة. ضربة تماس لصالح فريق الرشدة مقطوعة وسط الملعب. حلوة. 5-3 أهداف، 5 رشدة، 3 بني مقبل حتى الآن في هذه المباراة على وشك انتهاء الشوط الثاني. خمسة الرشدة، 3 بني مقبل. لعبة بدون التماس. خمسة الرشادة، 3 بني مقبل. الشوط الثاني على نهايته، يتبقى أقل من دقيقتين حتى الآن. نشكر الجمهور المتابع لنا في هذه المباراة، و
نشكر الجمهور الحضور في هذه الدقائق. الحكم ينظر إلى ساعته، لا يزال يشير الحكم أن هناك 4 دقائق. يشير الحكم بأن هناك 4 دقائق. أربع دقائق وقت إضافي. الجمهور على أعصابه، لعبة لم يتناسس على حد شده، مقطوعة من دفاع بني مقبل، هجمة خطيرة مرتدة، هجمة مرتدة مرفوعة. لا يزال هناك حلو، حارس ينقذها، سلام عليك يا حارس، ينقذها الحارس في الجو. يلا يا يحيى واحد جو واحد جيلك ضربة ركنية لصالح فريق صالح فريق مقطوعة حلوة. واحد 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 أحسن أحسن أحسن. 4 5 ضربات رأسية، وهذه السادسة، وهنا هجمة خطيرة مقطوعة من دفاع. يا سلام مقطوعة. خطأ 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 لصالح فريق بني مقبل، خطأ لصالح فريق بني مقبل في هذه اللحظات. حلو الهدف الرابع لصالح فريق بني مقبل، الهدف الرابع. 4-5 لصالح فريق الرشدة، 5 الرشدة، 4 بني مقبل. لعبت 3 دقائق أو أقل على نهاية الشوط الثاني، لا يزال الهجوم والضغط من بني مقبل أكثر. كرة تطلع ضربة مرمى صالح فريق الرشدة، 4-5 كم المباراة في هذه اللحظات لصالح فريق الرشدة، 5-4 أهداف في هذه اللحظات. ينهي الحكم أبو بادي المباراة التي جمعت بين فريق الرشدة وفريق بني مقبل. شكرا للحضور، والسلام عليكم ورحمة الله.